تكنوز تكنوز. شركة جو برو ما هيش في فورما، المبيعات في الثلاثي الثالث كانوا مخيبين للأمال، وفي تكنوز اليوم الحديث على محاولة الرجوع بقوة عن طريق الدخول في صناعة الإدرة. رغم ارتفاع كبير لحجم الأعمال في الثلاثي الثالث مقارنة بسنة 2014، شركة جو برو مصنع لميني كاميرات تلقى روحها في وضعية سلبية في وول ستريت. رغم الزيادة ب 43% في المبيعات مقارنة بعام ناول وزيادة ب 26% للمربح الصافي، البورصة كانت قاسية على جو برو وسعر سهمها انخفض ب 15% كاملين. النتائج تم اعتبارها غير كافية، مبيعات كاميرا الهيرو فور سيشن ما وصلوش للمستوى المطلوب. لي برودوي جو برو وصلوا في عجبان لي زامغوم تاع سبور اكستريم، لكن مازالوا ما نالوش اعجاب الغران بوبليك، خاصه مع منافسه لي كابتور نتاع لي سمارت فون. في محاوله ايجاد سوليوشن، لي ديريجون تاع جو برو قرروا يدخلوا في سوق لي درون، والبرودوي نتاعهم تقريبا منتهي، وصار تصوير مقطع فيديو بالدرون الجديد نجموا نلقاوه على السيت نتاع الشركه. الدرون كيبي بكاميرا هيرو فور وتقترح سيستم دو ستابيليزاسيون دو غراند كاليتي. الفيديو مقنع جدا، والشركه تقول لي البرودوي متاحة مش يكون ان شاء الله سان زيغال. ان توكا هذا اللي مش نتأكدوا منه وقت خروج الدرون الجديدة في النصف الاول من 2016. من هوني الوقت تكنوز اليوم وفات، خالد يقول لكم تحياتي. تكنوز